بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وملا نوره اركان كل شيء وتجلت حكمته في كل شيء وقهرت قوته كل شيء واذلت عزته كل شيء الحمد لله الاول فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء يا رب كل شيء اغفر لنا كل شيء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وآله وصحبه وتابعيهم صلاة وتسليما عدد كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الكرام مع درة الجمعة، وفي كل جمعة لنا درة نحاول فيها وبها ومن خلالها أن نضيء للناس طريقهم علنا وإياهم أن ننتفع من أنفاس حبيبنا صلى الله عليه وسلم هدر الطاقة البشرية ونبتدئ بالموجز لا تبيعوا عقول أبنائكم لأولئك الذين يريدونهم أن يعيشوا بلا عقول هدر الطاقة البشرية أو سمه إن شئت صناعة التفاهة لقد أكد الإسلام يا كرام على ضرورة توظيف الطاقة البشرية وتوجيهها توجيها حسنا لتستثمر امكانياتها في التقدم الحضاري كما ان الله عز وجل نهى عن متابعه مهدري الطاقه البشريه ومهدرو الطاقه البشريه هم المعنيون بتسفيه العقول وتسطيح الافكار وتمييع الاخلاق وافساد الاذواق باقلامهم واعلامهم الطاقه البشريه الانسان طاقه بشريه هناك ناس يتعمدون هدر هذه الطاقة وهذه مشكلة عامة مشكلة في العالم العربي وفي العالم الاسلامي وفي العالم كله هناك صناعة مقننة محكمة للتفاهة لهدر الطاقة البشرية والنبي صلى الله عليه وسلم امره ربه جل جلاله بتركهم قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذر الذين اتخذوا دينهم لهو لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا يقول الامام الرازي ان الله امر نبيه بتركهم وان يدع اذاهم وان لا يهتم باستهزائهم وتكذيبهم له ثم قال الله هكذا يقول الامام الرازي قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولا تقم لهم في نظرك وزنا لا تنطيهم قيمه لا تنطيهم قيمه هؤلاء الذين يريدون مصادره العقول يريدون للافكار ان تتسطح هؤلاء لا ينبغي ان تسمع لهم لا تعجب بمنشورات لا تنضم المجموعات، لا تدخل الى صفحات لانهم يريدون يريدون ان يسرقوك من نفسك هدر الطاقه البشريه يا كرام هناك ناس اتخذوا دينهم لهوه وهناك ناس اتخذوا لهوهم دينا هذول هذول الصنفين ما نريدهم ولا نريد نمشي معاهم ولا يصير حرام علينا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا نعاني اليوم من تضييع متعمد للطاقه البشريه هناك استغلال رخيص للعقول استغلال رخيص لعقل الانسان وفكره وقلبه وفراغه وماله وتوجهاته وحبه هناك استغلال رخيص جعلونا نهتم باتفه الامور وكانها ضروريه وجعلونا نلتفت عن ابلغ الحكم وكانها لغيرنا نعاين اليوم تاخرا ملحوظا في مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه دينيا ودنيويا والسبب ولو بحثنا في الاسباب عن ذلك لوجدنا لو ان السبب او ان من الاسباب هدر الطاقه البشريه الطاقه البشريه مهدره مشكلة الطاقة البشرية الإنسان طاقة الإنسان بنيان الله مهدور مسلوب ما مستفاد منه يعني مفرغ هي هاي المشكلة اللي احنا نحن ليش نجيب هذه العناوين بالحلقات حتى الناس تنتبه إلى أننا على على خطر في كثير من الأمور المسألة مو هكذا على البركة اكو أخطار مداهمة لنا هناك هدر للطاقة البشرية، هناك تفريغ لعقل الإنسان فالعقول فتجد أجساداً فارغة، جسد فارغ لا عقل يعني لا عقل يعني لا بعد نظر، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، مرات ما يستعمل الإنسان عقله لأنه مسحوب منه العقل، هدر للطاقة البشرية وحال الطاقة البشرية كحال أخواتها من الطاقات، الطاقة الكهربائية مهدرة، الطاقة المائية مهدرة، الطاقة النفطية مهدرة والطاقة البشرية شارفت على الإهدار شارفت على الإهدار مشكلة تعالوا يا كرام لنأخذ مثالا على ذلك ومثالنا اليوم هو الإعلام ونعني بالإعلام المرئيات والمسموعات والمعروضات والمنشورات جميعا إلا ما رحم ربك المعروضات اليوم همة هم الوحيد إرخاص ما هو غالي وإغلاء ما هو رخيص من أجل المال من أجل جمع المال والله مشكلة مشكلة بصناعة التفاهة الموجودة اليوم مشكلة أن هم الإعلام اليوم أو هم المعروضات وهم المنشورات إرخاص ما هو غالي وإغلاء ما هو رخيص تجد إنسانا لا يساوي دينارا لا يساوي دينارا واحدا قد جعلوه نجما لامعا تسلط عليه الأضواء إذا تكلم ذك انتشرت الأخبار عنه إذا خطب وإذا تزوج وإذا طلق وإذا عثر على المسرح والأخبار والمشكلة بآلاف وآلاف من المتابعين وإنسان حوى العلم والأدب والحكم غير مبالين به هذه هي ما أراده أعداء الدين لهذه الأمة اسمع إلى المستشرق شاتلي شاتلي مستشرق يقول يخاطب جماعته قل إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتكسروا شوكته وتقضوا على العقيده التي كانت السبب الاول في عزه المسلمين فعليكم ان توجهوا جهود هدمكم الى نفوس الشباب باماته روح روح التفاخر والاعتزاز بماضيهم وكتابهم ونشر ثقافتنا ونشر روح الاباحه فيهم وقد كان له ذلك هذا اللي صار صار انه مات عند كثير من الشباب الاهتمام والاعتزاز بماضيهم بتاريخهم بكتابهم وانتشرت ثقافه الغرب فينا صار مطرب او مغني أو, او من هؤلاء الشخصيات لا ذوق بالكلمات لا ذوق بالالحان لا ذوق بالشكل يطلع احيانا عفوا على العباره احيانا بجسد شبه عاري تستقبله الامه مدن عربيه تستقبله اشد الاستقبال أو مرات مسلمين في رمضان يتركون صلاة التراويح ما يروحون على الجامع بورد يتابعون برنامج مقالب مفبرك عجيب هذا الأمر برنامج مقالب تافه ميزانية أحد البرامج أحد البرامج التي تعنى بالمقالب لسنوات طويلة ميزانية هذا البرنامج لهذه السنة يا جماعة ميزانيته عشرة مليون دولار عشرة مليون دولار لبرنامج مقالب تافه مفبرك حتى ينشغل العقل العربي حتى يفرغ العقل العربي حتى الانسان العربي يكون ما صاحب فكر ما صاحب مبدا صاحب هوى صاحب اتباع الامور التافهه شباب اطفال يحفظون القران الكريم عقول جبارة بالرياضيات بالهندسه لا يسلط عليه الاضواء عالم جليل ملات مؤلفاته الطباق يموت لا يلتفت اليه ويموت انسان الاعلام ضخموا علينا الاعلام كبروا علينا الاعلام عملوا في راسنا نجم وهم ثرواتهم جمعت بسببنا نحن لان نحن المشكله يا كرام ليس في الذين يهدرون الطاقه البشريه فقط المشكله فينا نحن لان نحن الذين نتابعهم نحن الذين نعجب بمنشوراتهم نحن الذين نشارك منشوراتهم ونعلق عليها يعني يوم من الايام معرض ما الكتاب طلع صور عرض الخبر صوراً محترمه صورة رجل بيده كتاب وصورة امرأة بيده كتاب وصور للكتب وصور للافتتاح خبر محترم الصورة اللي بيها رجل بيده كتاب عي يقرأ جابت إعجابات لا تتجاوز عشر إعجابات وصورة أخرى بيها امرأة أيضا محترمة لا بيد الكتاب أكثر من تسعمائة إعجاب <applause> ما الفرق؟ ما الفرق؟ هو هذا يعني إذا أردت أن تقيس طريقة تعامل الناس مع المنشورات مع الإعلام إذا أردت أن تعرف هل الطاقة البشرية مهدر أو لا انظر إلى هذا المثال يعني إنسان صورة كتاب رجل ماكو إعجابات صورة إمرأة ونفس الصورة صورة أكثر من تسعمائة إعجاب إذا هناك تفكير بالغرائز هو هو المسيطر على الإنسان في التعامل مع وسائل التواصل هذا الكلام فيه شيء من القسوة لكنه للأسف هو الحقيقة الغرائز هي الهدف هي هي الحكم التي تجعل الانسان يتابع المنشورات بسببها تثار عنده الغرائز فامراه اجلكم الله وعافاكم امراه لا تساوي قرشا تصور نفسها في في دارها الاف والاف ملايين وملايين من المعجبين والمعجبات والمتابعين والمتابعات نحن رخصنا نفسنا نحن ضيعنا الذائقه اللي عندنا مشكله كبيره نعاني منها يا كرام اننا صرنا نتعامل مع الاشياء بغير قيمتها الحقيقيه ال الذي لا قيمه له صار مشهورا نجما لامعا والانسان اللي ذو القيمه اللي خدم المجتمع لا يلتفت اليه اننا نعيش في زمان ذكرنا ذكره لنا حضره نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي حكى على هذا الشيء معقوله نعم قلت لكم ومئات المرات اقولها ما من شيء في هذا الوجود الا وقد دخل فيه نور ربنا سبحانه وتعالى. نور الاسلام انتشر في كل مكان، وما من مشكله تخطر على بالك او لا تخطر، سمعت بها او لم تسمع، في في السابق او في اللاحق الا وقد وجد الاسلام لها حلا. اسمع الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يتكلم لنا عن زماننا قال عليه الصلاه والسلام ان بين يدي الساعه سنوات خداعات يعني بعد نهايه الساعه يعني يعني راح اشقد تتقرب الساعه راح تشوفون هذا العدد ان بين يدي الساعه يعني راح قارب يوم القيامه راح يجي راح تشوفون هذا الزمان شفنا يا رسول الله إيه نحن قال عليه الصلاه والسلام ان بين يدي الساعه سنوات خداعات ايش معنى خداعات يا رسول الله يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيه فيها يعني في السنوات الرويبضه قالوا يا رسول الله ما الرويبضه قال الرجل التافه في امر العامة الرجل التافه في امر العامة في روايه السفيه الرجل التافه في امر العامة الرويبضه جمع رابض تصغير لرابض الرابض يعني القاعد القاعد الذي لا حركة له ولا شأن، الإنسان الفارغ قاعد في منتجعه، قاعد في فلته قاعد على الماي التصوير هاك تافه عادي، ملايين من المعجبين ترى ثرواتهم عم تشبع بينا، لأن ما عندنا مشكلة هنا، هذه مشكلة لكن المشكلة الأكبر في أن الذائقة عند الإنسان قد تغيرت، طريقة التفكير قد تغيرت، هذه هي المشكلة، يعني كيميائية التفكير عند الإنسان تغيرت. الذي يأكل دائما أكل نباتي ستتغير كيميائية الجسد والذي يأكل دائما الأكل الحيواني يعني اللحوم سيتغير كيميائية الجسد كذلك الآن إذا تبقى يبقى الإنسان يبقى أبناؤنا وبناتنا يتلقون هذه المنشورات التافهة ستتغير كيميائية التفكير عندهم سيكون الإنسان في طرف الزمان لا قيمة له في طرف الأرض يحدث عنده تمزق في قدمه ستجد أبناءنا وشبابنا حزينين لان فلان صار عنده تمزق في اسفل قبضة انسان لم يسجد لله سجده لم يقدم للناس خبزا هذا اللي صار صار تغيير في الذائقه ما الحل ما الحل تفعيل دور التربيه ما الحل ما الحل عدم المتابعه ما الحل الانتباه الى ذوقيه الانسان حتى يخرج الانسان يعود كما كان هدر الطاقه البشريه الطاقه البشريه مهدره انت ايها الانسان طاقه بشريه لا تسمح لأحد أن يسرق منك عقلك فكرك هواك مبدأك توجهك حبك قلبك وإلا ستكون زائدا على الحياة نذكر مرة أخرى الموجز لا تبيعوا عقول أبنائكم لأولئك الذين يريدونهم أن يعيشوا بلا عقول لا تبيعوا عقول أبنائكم لأولئك الذين يريدونهم أن يعيشوا بلا عقول فان هذا الانترنت قد مكن كل فاسق وفاجر وشاذ من الوصول ومن الدخول الى بيوتنا الى اولادنا وبناتنا حصن الله ذرياتنا وحفظ الله لنا الذرات والذريات ختام نقول اللهم صلي صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك يا حي يا قيوم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.